أهدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وذلك تعبيرا عن صادق مشاعر الأخوة والمودة التي يكنها سمو أمير دولة قطر لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتقديرا لمنزلته العالية وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة. ويعتبر سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أرفع الأوسمة القطرية، ويحمله أمير دولة قطر، ويهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.